أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده ستبدأ في إطلاق أكثر من 1,000,000 طن متري من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية يوم الخميس المقبل. أكد كيشيدا في حديث صحفي أن حكومته اتخذت كل تدابير السلامة في هذا الشأن. أكدنا أننا على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة، لذا نطلب من شركة تيبكو الاستعداد سريعا لبدء تصريف المياه وفقا للخطة المعتمدة من هيئة الرقابة النووية يوم 24 أغسطس إذا سمحت الظروف الجوية والبحرية بذلك. معنا من طوكيو مراسلنا هشام الرجباني. هشام، صباح الخير، أهلا بك معنا. لو تضعنا أكثر في تفاصيل هذه الخطة وأيضا الإجراءات، إجراءات السلامة التي تحدث عنها رئيس الوزراء. نعم، صباح الخير. اليوم في الصباح اجتمعت الحكومة اليابانية، اجتمع الوزراء والمعنيون بمسألة تصريف المياه، وصدر بيان في نهاية الاجتماع، أو تحدث رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع بأنه سيبدأ تصريف المياه يوم الخميس، هذا الخميس 24 من الشهر على أقرب تقدير، إذا كانت الظروف الجوية والمناخية مواتية. كل ذلك جاء بعد تمهيدات مطولة من رئيس الوزراء ومن الحكومة اليابانية، تمهيدات وتحضيرات مطولة، من بينها أحدث تمهيد كان في القمة الثلاثية في الولايات المتحدة، عندما كان قد ذكر قبل أن يغادر أنه سيكسب تفهم قادة الدولتين لمسألة تصريف المياه من محطة فوكوشيما. قبل ذلك صدر تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسلامة الإجراءات اليابانية لهذه الخطة. كذلك في يوم الأحد زار رئيس الوزراء الياباني منطقة فوكوشيما، محطة فوكوشيما، وتفقد عملية السلامة لهذه الخطة أيضا. اجتمع مع قادة التعاونيات المحلية للصيد السمكي، كذلك ليطمئنهم على أن الخطة آمنة وأنها لن تؤثر على قطاع الصيد السمكي، وقال إنه سيفرد مجموعة تتكفل بمحاربة المعلومات المضللة المتعلقة بهذه الخطة. طب وهنا نسأل، بما أنك تتحدث عن موضوع المياه وموضوع الصيادين، أو الموعد هشام عذرا على المقاطعة، نعم. أين سيتم تصريف، نعم، هذه المياه؟ وهناك حديث عن مخاطر محتملة، لماذا تصر الحكومة في اليابان على عملية التصريف لهذه المياه؟ كميات المياه التي جمعت هي مياه استخدمت في تبريد الوقود المنصهر من المفاعلات النووية التي انفجرت في الكارثة. كميات المياه هذه تجاوزت أو تكاد تصل إلى أقصى حد استيعابي للمخازن أو للخزانات والصهاريج الموجودة في محيط المحطة. لن يكون هناك بديل بحسب الخطة اليابانية لتصريف هذه المياه، خاصة وأن هذه المياه ليست هي المياه فقط التي استخدمت في التبريد، إنما أيضا اختلطت هذه المياه بالمياه الأمطار وبالمياه الجوفية، وهذا زاد كمية المياه التي كانت تعتبر ملوثة. الحكومة اليابانية تصر على أن المياه خففت إلى مستويات تلائم المعايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. كذلك مهما قدمت الحكومة في قولها من دلائل، فسيكون هناك دائما أطراف يعارضون هذه الخطة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج. أعتقد أن الخطة الحكومة اليابانية تريد بعد أن تقول أنها استوفت كافة المعايير وكافة الإجراءات، تريد أن تضع الجميع تحت الأمر الواقع، وأنه لا يوجد بديل لخطة أخرى، لا يوجد بديل آخر، وستمضي قدما في تصريف المياه، وستقدم دعوة لكافة الجهات المعنية بمراقبة أو بإجراء تحاليل وغيرها، بأنهم تفضلوا إلى، نعم، فوكوشيما وأجروا تحاليلكم وأكدوا النتائج التي نحن قد أكدناها فيما سبق. شكرا جزيلا لك مراسلنا من طوكيو هشام الرجباني.